ذهب إلى هناك ليحاور الحكومة وربما أطراف أخرى لمعرفة رؤيتها للحل المستقبلي. حتما كما تعلمون دول مجلس التعاون تبذل جهد كبير لإنهاء الصراع، يمكن بدأ باستضافة الكويت الحقيقة للأطراف كلها خلال الفترة الأولى من الحرب، ولكن للأسف الشديد لم يصلوا إلى حل وانتقلت الأمور إلى ستوكهولم وإلى مناطق أخرى. عمان الحقيقة لعبت دور كبير في هذه إنهاء هذه الحالة المعقدة من في اليمن. أملنا الحقيقة أن الإخوة الحوثيين يدركوا أن استمرارهم بالتعنت لن يؤدي إلى أن يغيروا موازين القوى، لأنه في النهاية قد الحقيقة تذهب الأمور إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن. لذلك الكل يسعى الآن إلى إيجاد أولاً حل المشاكل الإنسانية مثل قضايا الأسرى والمصابين والألغام والمشكلة الكبرى اللي يعاني منها اليمنيون الحقيقة، وهي قضية الرواتب المرتبات. نعم يعني نعم المرتبات، يعني الناس تعاني الحقيقة، ونحن تصلنا أنات اليمنيين ومعاناتهم في هذا الجانب. لذلك أنا أعتقد أنه على حكومة صنعاء، حكومة الأمر الواقع، أن تنظر إلى أن هذا الحال لا يسر إطلاقا، ولا ينبغي أن تستخدم معاناة الناس لإجبار الأطراف الأخرى على الوصول لحل، وعلى الحكومة أيضا أن تكون أكثر واقعية وتعالج القضايا الجوهرية مثل الخدمات وإلى آخره، لكن أيضا لابد من الوصول إلى تسوية تنهي هذه الوضعية. دول مجلس التعاون تريد الحقيقة تسوية لا يكون فيها الموضوع انتصار أو هزيمة، وإنما وحدة يمنية وقوة يمنية وسلام يمني.